طيب احنا اتكلمنا كده على كومباريزن اوبريتورز وخلصناها الحمد لله صح؟ طيب ممكن نسيب برضو الفايل ده. معلش انا بكتب كده اختصارا للوقت عشان ما اقعدش افتح باور بوينت وكلام زي كده بقى، انا بخنق من الباور بشكل ما اسمه بيجي بتضايق بصراحه. خلينا هنا ايه، هناخد بقى اللوجيكال اوبريتور. اللوجيكال اوبريتورز اللي هم ايه؟ الاند والاور والنوت صح؟ بس دول الاساسيين. بس هو فعليا كلوجيك احنا معانا الاولت هي برضه لوجيكال اوبريتور خلاص، تعتبر لوجيكال اوبريتور، وكذلك الاني تعتبر لوجيكال اوبريتور، والبيتوين تعتبر لوجيكال اوبريتور كتصنيف، كتصنيف هو كلهم لوجيكال خلاص. وكذلك كومباريزون يعني، والاكزيست والان واللايك بس اداكم كمعلومه، وعارفين ان دول برضه يعتبر برضه لوجيك يعني. والسم معاهم كتبناها، السم كتبناها اللي هي الليين يعني، دول كلهم بالنسبه لنا برضه لوجيكال، بس اتعاملنا معاهم واتعاملنا مع النط كمان. قلنا ان بتخش على اي اوبريتور تاني بتمشي الفكره يعني. طيب الاند والاور ما فيهمش مشكله، بس خد بالك طبعا الايه البريسدنس بتاعت اللغه كده هتبدا تختلف معاك، لان دلوقتي هيخش معاك على الخط في اوبريتورز ثانيه كتير صح؟ فاحنا لو قلنا اولويه التنفيذ لان اولويه التنفيذ هتبدا تفرق معانا كتير، لان خد بالك لما ندخل اند في اور في كله ببعضه مين هيتنفذ الاول ده هتفرق معاك في النتيجه خالص تمام؟ هتبدا تفرق معانا في النتيجه عشان ما ناخدش الموضوع يعني بسطحيه يعني. الأولويات إيه هما؟ ماشي الأولويات إيه هي؟ ها حد كده مدين. الأول حاجة طبعًا عندنا مين؟ الأقواس طبعًا، القاعدة الأساسية بتاعتنا بتاعت الإنجليزي من شمال لمين يعني، وقاعدة تانية اللي هي من جوه لبره ماشي؟ طيب دول قاعدتين في الأول ما لهمش شكل، ما بيتكتبوش، انا ما بشوفهمش مش عارف اكتبهم لكم ازاي. طيب بعد كده عندنا قلنا الضرب والقسمه دول ذكرناهم من شويه، وبعد كده قلنا الزائد والايه والناقص. انا هقول لك الشاهد من الموضوع، بعد كده عندنا بقى الكومباريزون اللي هو اكبر منه واكبر منه ويساوي الكلام ده اكملهم ولا معروفين معروفين تمام، اللي هو اكبر منه اصغر منه اصغر منه يساوي اكبر منه ويساوي ولا يساوي الكلام ده. طيب وبعد كده عندنا النقص وعندنا الاند خلاص، وبعد كده بقى ايه اللي هم المعتادين بقى بتوعنا اللي هم مين؟ اللي هم الاول والاني والبتوين والان واللايك والاني سم والاور اخر واحد اللي هو بيساوي ده، بيساوي ده ما ينفعش يطلع في الاخر، بس ده بيساوي اللي هو الاساينمنت، اللي هو الاساينمنت سيبك منه مش قضيتنا الاساينمنت دلوقتي. الشاهد من الموضوع اللي يهمني قوي ان الاند قبل الاور من الاخر، هي دي اللي بيبقى فيها الشغل كله تمام. لما الاند تخش مع الاور بتبقى انت متوقع ان الموضوعات بتطلع بشكل وبتطلع بشكل اخر طبقا ليه انت بتتوقع عليها وبتغلط فيها ليه؟ لانك بتحسبها على هيئه كتابتك. يعني ايه على هيئه كتابتك؟ انت كتبت الاور في الاول فبتتخيل ان الاور هتتنفذ الاول، وبعد كده دخلت بقى ايه كتبت الاند فانت متخيل الاند هتتنفذ بعدين، لكن فعليا هو يعمل العكس، فبتلاقي نفسك دايما بتلاقي مع نفسك مش قادر تركز في الكود اللي قدامك او ايه اللي حصل بالظبط او ايه اللخبطه اللي حصلت يعني تمام. طيب فلو جبنا ناخد بقى كده، احنا دلوقتي بنتكلم على اللوجيكال والايه والبريسيدنس بتاعتنا اللي بقى حاطينها في بالنا يعني. طب لو احنا جينا قلنا عايزين نجيب مثلا النيم والسالري بتاع ال
بتاع تيتشرز مثلا فروم تيتشر، وعايزين ناخد مثال بسيط جدا اقول له وير ان الجندر مثلا الجندر بيساوي مثلا ام ماشي، وبعدين بحط الايه مثلا اند وابدا اشتغل او الاور او كده، فاقول له مثلا اند مثلا يكون السيتي مثلا كذا، فممكن نحط كمان كونديشن على السيتي مثلا نيو كايرو مثلا، واند مفيش مشكله ان شاء الله مليون اند مفيش مشكله، اند مثلا الرانك يكون دكتور مثلا. And السالري مثلا، على فكره مش لازم يكون كله في الاند يكون معناها ايكوال، يعني اي اوبريتور ثاني كومبارزن عادي، يعني لو يكون اكبر من او تساوي كذا مثلا، صح اكبر من او تساوي او لا تساوي كذا او لا اصغر من كذا او الى اخره من الحاجات اللي ممكن نحطها. يعني لو قلنا كده مثلا مش عارف هيطلع في داتا ولا لا، اكيد هيطلع في داتا. قال لي يس في واحد بس اللي هو محمد الايه؟ محمد السيد. محمد السيد 12، المفروض نعرف بقى بقيه بياناته كلها عشان نقدر نتحقق من كل الكونديشنز اللي احنا حط الاسترسك خلاص عشان تبقى ايه يعني بعينينا نعرف نقارن كل الحاجات يعني. فهو ام بس هو حاصل لنا اهو على الام والسالري تمام والرانك تمام والسيتي ايه؟ والسيتي تمام، فهو قال لك على كل الكونديشنز اللي انت حاططها ان كلها تم ايه؟ استيفاها. طيب اتفضل. هنا لازم ايه؟ يعني هتلاقي ناس مرتباتها كانت اكد طبعا الاجابه الاول ان السالري لو كان مثلا في ناس اعلى من ده سالري واحنا قايلين ان هو اكبر منه مستوى ال 10 بس ما طلعوش، وفي ناس دكتورز ثانيه كتير بس ما طلعوش، وفي ناس في نيو كايرو كتير في الداتابيز ما طلعوش، وفي ناس ميل كتير ما طلعوش، بس مش هيطلع معاك غير اللي كل الشروط بت ايه طبق معانا. سؤال تاني نسيتيه. طيب ماشي، يعني لو احنا عايزين نفس الجمله دي عملنا عليها هي زعل الاول ما اعرفش ايه اللي حصل له. وعملنا بس الاندنج بقت اور تركزش اور كده. كان في حاجه تانيه ناقصه؟ هم دول الاربعه صح؟ فلاني كده يجي لي اي حد من الطبقه جت ثروه مثلا وجاي ناجي وجاي عادي، طب هذا ايه؟ هتلاقي مثلا في احد الشروط منطبق عليه السالري مش منطبق عليه ولا الرانك منطبق عليه ولا السيتي منطبق عليه، هو عشان ميل بس اشوف ده عشان شرط واحد طلع فيه فقام جاي النتيجه وخلاص، فاهم؟ اي واحد هتطبق على اي حد بتشتغل عليه مش مشكله. تمام؟ طيب دي الاول. كويري نفسه. مش كده احسن؟ ها؟ اعرف بيانات التيتشرز اذا كان مرتبهم مش اصغر من او يساوي مثلا 10000. نعم؟ هنعملها بكويري؟ عارف.
انا بتويل ليه؟ اقول مش اصغر من كذا. لا لا خد بالك معايا، انا عايز استخدم نوت هنا، نوت اصغر من كذا. طب هنشوفها دلوقتي مع بعض. طيب قلت له انا عايز الايه البيانات بتاعت التيتشر، قلت له يعني مش يعني انا عايز اقول هو لو قلت السالري مفيش موضوع ببساطه، بس هي بتبقى بسيطه كده بس فيها شويه شغل يعني. قلت لو السالري اصغر من اصغر من 10,000 صح؟ هنحط ايه؟ عشان المشي ماشي، مش دي القضية، دي ما فيهاش مشكلة. نعم. ايه؟ اهم 15 17 20 12 مظبوط ماشي. ما طب وانا اعترضت؟ انا ضحكت بس. الاكبر يا الاكبر.